أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
جمال. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا زلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصنعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو.
الشهادة هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الرحمن الرحيم. الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها
والله العظيم الذي وسلام ثالث يدخل متروح وفضلها احنا على أيهم لك كلهم أخرج منا ما إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج وأغطش ليلها
ريض حيوان أرض بعد ذلك دعاما أخرج منها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها أخرج منا ما مر الجبال أعصابا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة استمعتم أيها السادة إلى آيات من كتاب الله رتلها علينا المقرئين الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد الراضي
وذلك بمناسبة ذكرى مرور العام الأول على وفاة المرحوم الشيخ عبد النعيم القعيد. توزيع هذه التلاوة على مكبرات صوت شركة النصر للراديو والكهرباء ومكبرات الصوت بجرجة، صاحبها ومديرها محمود نصار، تليفون 222.